السلام عليكم طلابتنا الأعزاء، الآن نكمل الجزء الثاني من محاضرة الليمت اللي هي عبارة عن مقدمة. طبعا في موضوع الغاية الليمت يهمنا أن نقترب كثيرا وبشكل قريب جدا من أي نقطة قيد الدراسة. الليمت we want to get infinitely close، هذا القرب يعني يجب أن يكون صغير جدا جدا جدا، يعني نقترب قدر الإمكان بشكل يعني يقرب للما لا نهاية من الصغر من القيمة المطلوبة. على سبيل المثال إذا أخذنا الدالة f of x يساوي x زائد 2 اللي عالجنا بالجزء الأول من المحاضرة، ال x value يجب أن تقترب كثيرا من القيمة 3. طبعا يهمنا نقترب لقيمة الدالة 3 وما يهمنا قيمة الدالة عند 3 شقد مثل ما قلنا سابقا. إذا ننظر إلى هذا الجدول الصغير اللي بيحتوي قيمة x بالعمود الأول وقيمة الدالة f of x بالعمود الثاني، لاحظ قيم x 2.9 2.99 2.999 إلى أن تقترب إلى 3، وكذلك قيمة الدالة f of x 4.9 4.99 إلى 4.999 وتقترب إلى 5. يعني إذا أخذنا الأعداد اللي أقل من 3 وباتجاه 3 مشينا مع الدالة راح نحصل قيم الـ f of x تقترب كثيرا للقيمة 5. بالمثل إذا أخذنا الجدول الثاني اللي هو يحتوي أيضا بالعمود الأول قيم القيم المتغير x وبالعمود الثاني قيم الدالة f of x، لاحظ قيم x 3.1 3.01 3.001 وهكذا إلى أن بالنهاية نصل قريبين جدا من العدد 3. وبالنسبة لقيم الدالة f of x حتكون 5.1 مقابلة إلى تعويض القيمة x 3.1 5.01 مقابلة إلى تعويض قيمة المتغير x 3.01 وهكذا إلى 5.001 إلى أن نصل بشكل قريب جدا 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 من القيمة النهائية اللي هي حتكون 5. طبعا هنا الاقتراب من القيم الأكبر من القيمة المستهدفة اللي هي هنا 3. الآن نجي للخلاصة لموضوع الغاية أو النهاية. هنا بالحقيقة يهمنا مقدار الاقتراب للقيمة المستهدفة إيش قد يكون صغير، ما يهمنا إيش قد كبير هذا القيمة للاقتراب، لا يهمنا إيش قد infinity close، إيش قد نكون قريبين بشكل لا نهائي للقيمة المستهدفة. مثلا من نقول limit x تقترب لثلاثة للدالة f of x تساوي 5، معناه إحنا دائما نريد نكون قريبين وقريبين جدا جدا من القيمة 5. الآن نحب نأخذ تطبيق آخر. What is a reasonable estimate of limit دالة g of x عندما ال x تقترب للسالب 7؟ طبعا هنا معبرين عن الدالة ليس بالفورمولا مالتها بل معبرين عنها بجدول. لاحظ معي الآن الجدول اللي ناتج عن تطبيق قيم الدالة g of x للمتغير x عندما ال x سالب 7.1 g of x حساوي 6.32، عندما x سالب 7.01 g of x ساوي 6.1، عندما x سالب 7.001 g of x 6.03، عندما ال x سالب 6.999 g of x 6.03، عندما ال x ساوي سالب 9.99 g of x حتساوي 6، وعندما ال x ساوي سالب 6.9 g of x حساوي 6.32. المطلوب من خلال دراسة الجدول نتعرف على قيمة الليمت لما ال x تقترب للسالب 7. يعني المطلوب اختيار إجابة واحدة، هل هو a سالب 7 b 6 c 6.15 d 6.33 والكيس e الليمت doesn't exist، يعني لا يوجد غاية أو نهاية للدالة عند هذه النقطة. طبعا ممكن نريد نختار الإجابة الصحيحة، نتابع الجدول نلاحظ أنه إحنا من نقترب كثيرا للسالب 7.001 حنحصل قيم قريبة جدا لل 6 اللي هي مثلا حتكون 6.03، وبالمثل لما تكون الأعداد
يعني تنازلية جاي تقترب للسالب 7 حتكون سالب 6.999، والقيم جي اوف اكس حتكون 6.03 اي قريبة للستة. اذا الاجابة المثالية حتكون ليمت دال جي اوف اكس عندما الاكس تقترب للسالب 7 تساوي 6، معنى ذلك الخيار راح يكون بي. كتطبيق آخر حناخذ ليميت الدالة اكس تربيع عندما الاكس تقترب الاثنين. طبعا بتحليل هذه الغاية راح نرسم شكل الدالة اكس تربيع اللي هو بارابولا الفتحة مالته الى الاعلى، وراح نتابع مثل ما نشوف بالنقطة المتحركة الاقتراب للغاية من الاعلى او من اليمين، والاقتراب كذلك من الاسفل او من اليسار. طبعا متابعة الشكل والنقطة المتحركة من الأعلى للأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، راح نلاحظ أن الدالة عندما تقترب للاثنين عن الشكل راح تكون قيمة الـ Y value أو قيمة الدالة بدلالة الـ Y axis حتكون قريبة وتقترب بشكل كبير للقيمة 4. طبعا بالإمكان كذلك تحليل أو فحص مدى اقتراب الدالة لغاية معينة عن طريق استخدام جدول، ومن خلال هذا الجدول بالتعويض بالقيم حنشوف الدالة تقترب إلى الغاية أو أي غاية تقترب لها الدالة. إذا نتابع الجدول الأول اللي يتكون من قيم X وقيم الدالة اللي هتمثل X تربيع، لاحظ عوضنا قيمة الـ X 1.9 X تربيع 3.61، وإذا عوضنا 1.99 الدالة حتكون 3.9601، وإذا عوضنا 1.999 حنلاحظ أن نتيجة الـ X تربيع حتكون 3.996001. لاحظ أن هذا الرقم بدأ يقترب للأربعة وقيمة الـ X بدأ تقترب للاثنين. طبعا هنا بدأ نعوض الأرقام الأصغر من القيمة المستهدفة وصولا للقيمة المستهدفة لحساب الغاية عندها. بالمثل إذا بدينا بالتعويض من قيمة أعلى من قيمة المستهدفة لحساب الغاية، راح نلاحظ إذا عوضنا الـ X يساوي 2.1 الـ X تربيع تكون 4.41، إذا عوضنا الـ X 2.01 الـ X تربيع تكون 4.0401، إذا عوضنا قيمة الـ X 2.001 راح نلاحظ انه القيمة اكس تربيع تساوي 4.00401، لاحظ اقتربنا بشكل كبير للاربعة، وبالنسبة لقيم اكس اقتربنا بشكل كبير للقيمة 2. لاحظ القيمة اللي نضيفها يعني 0.01 0.001 0.001 قيم صغيرة جدا حتى نقدر نقترب بشكل كبير لقيمة الغاية الحقيقية. طبعا بالتعويض القضية حساسة جدا، لذلك يجب أن تكون الإضافات قليلة جدا أو صغيرة جدا، يعني مثلا يجب أن يكون قريبين للقيمة المستهدفة اللي هي 4 مقدار 0.001 وحدة. على سبيل المثال وجرب يعني بالحاسبة، إذا أخذنا الـ X يساوي 2.001 ندخلها بالدالة حتكون 2.001 تربيع وتساوي 4.004001، وهذا فد يعني قيمة قريبة جيدة. إذا جربنا مثلا X يساوي 2.001 تربيع حتعطيني نتيجة 4.004001، وهي قيمة يعني جدا قريبة. طبعا هذا في التطبيق أو براكتس جيد، تمرين جيد لإيجاد الغاية باستخدام الجدول عن طريق التعويض لقيم X وبعد ذلك إيجاد قيم الدالة، حيث كانت قيمة X تساوي 2، وبالتطبيق حصلنا على قيم قريبة جدا closer to 4 قريبة إلى 4. كخلاصة limit الدالة X تربيع لما X تقترب 2 حتساوي 4. A limit must be the same from both sides. طبعا هنا نصل إلى فد قاعدة أساسية لاحتساب الغاية أو النهاية عند نقطة معينة، يجب أن تكون الغاية إن هي نفسها سواء أن اقتربنا للنقطة من اليمين أو اقتربنا للنقطة من اليسار. يعني إذا مشينا مع الدالة القيم أكبر من القيمة المستهدفة أو من اليمين، أو قيم أصغر من القيمة المستهدفة من اليسار، يجب أن تكون القيمة اللي نقترب عليها هي قيمة نفسها من الجهتين.
نرجع للمثال اللي أخذناه بالبداية اللي هو f of x يساوي x زائد 2. عندما حللنا الليمت ل f of x لما x تقترب من 3، شفنا انه احنا كل ما اقتربنا نحو الخمسة بتغيير قيم x، مرة تزايد هذه القيم حتى تصل الى 3، هذا التزايد حتى نصل الى قيمة x 3 نسميه approaching from the left، الاقتراب من اليسار. ومرة اخرى لما اخذنا القيم تتناقص حتى تصل الى 3، يعني قيم اكبر بالثلاثة بعدين تظهر إلى أن نتج هنا 3، هذا نسميه الـ approaching from the right أو الاقتراب من جهة اليمين. طبعا واضح من خلال النظر إلى الشكل اللي موجود كيف تصير مع الدالة من القيم الأعلى إلى القيمة المستهدفة، نسميه approach from the right العفو، هنا لون السهم راح يكون بنفسجي، ومرة لون السهم البني اللي هذا يمثل الاقتراب من اليسار لما القيم تكون قليلة وتكبر شيئا فشيئا حتى نصل إلى القيمة المستهدفة. الآن نأخذ مثال آخر، لاحظ الشكل اللي يمثل رسم الدالة H. طبعا لاحظ هنا قيمة الغاية عندما X تقترب من 3 تعتمد بشكل كبير على اقترابنا من جهة اليمين أو من جهة اليسار، أي اقترابنا من القيم اللي أكبر من 3 نزولا إلى 3 أو القيم اللي أقل من 3 وصعودا إلى 3. لاحظ معي إلى الشكل when we approach x يساوي 3 from the left، عندما نقترب إلى x يساوي 3 من اليسار الدالة راح تقترب للأربعة. لاحظوا ياي السهم اللي راح يكون لونه باللون البني، القيمة للاقتراب للدالة عندما الـ x يساوي 3 الـ f of x راح يساوي 4، قيمة y يساوي 4. أما إذا اقتربنا للـ x يساوي 3 من اليمين، لاحظ السهم البنفسجي راح يكون اقترابنا للقيمة 6. طبعا هنا نسجل الملاحظة الرئيسية المهمة: when element doesn't approach the same value from both sides we say that the limit doesn't exist. طبعا هنا لما تقترب الدالة من اليمين واليسار إلى قيمتين مختلفتين، هنا نقول الدالة لا تمتلك غاية عند هذه النقطة، يجب أن تكون قيمة الدالة اللي نقترب لها من اليمين واليسار هي نفس القيمة. هنا كان اقترابنا من الليفت من اليسار للقيمة 4، من الرايت من اليمين اقتربنا للقيمة 6، بما أنه أكو قيمتين 6 و4 إذن نقدر نقول limit doesn't exist. لاحظ معي الرسم للدالة جي function جي، طبعا هذه الدالة هي piecewise function من نوع الدوال اللي تعريفها يختلف على مقاطع، يعني كل مقطع يكون اكو تعريف مختلف للدالة. Which of the limits exist؟ يعني عندنا هذه الدالة المرسومة امامنا وعندنا بهذه الخيارات اللي موجودة عندنا اكو نقاط مكتوب لها الغاية، فالمطلوب أي من هذه النقاط هي تمثل غاية موجودة لهذه الدالة. الآن المطلوب choose all answers that apply، اختر جميع الإجابات اللي هتكون صحيحة. A limit g of x لما x تقترب من 3، B limit g of x لما x تقترب من 5، C limit g of x لما x تقترب من 6، D limit g of x لما x تقترب من 7. أي من هذه الخيارات تمثل يعني غاية أو هذه الليمت موجودة exist بالنسبة للدالة المرسومة. حقيقة إذا نفحص قيمة الليمت لما الجي أوف إكس للإكس تقترب من 3، راح نلاحظ أنها تقترب من جهة اليمين للقيمة 6 وتقترب من جهة اليسار للقيمة 3، بما أن القيمتين مختلفتين إذن the limit of جي أوف إكس لما الإكس تقترب من 3 doesn't exist، لا توجد غاية للدالة عند النقطة إكس تقترب من 3. الآن إذا ندرس النقاط البقية، حقيقة راح نشوف إنه لما نقترب من اليمين واليسار عند أي من النقط من القيم x لما نقترب من 5 ولما نقترب من 6 ولما نقترب من 7 من اليمين واليسار توجد قيمة ثابتة للدالة g of x، إذا النقاط اللي راح تكون بها موجود
قيم غاية للدالة حتكون لما تكون limit g of x x أكثر من 5 والlimit g of x لما x أكثر من 6 والlimit g of x لما x تقترب للـ7.